بأداء أكيد مميز وبطموحات أكيد كبيرة، صاحبة 21 عام مندي عصام في ضيافتنا النهاردة. سعيدة جدا بوجودك ومنورة الدنيا. شكرا. التأهل لطوكيو أكيد حلم الكل بيتمناه، أنت حاسة بإيه وأنت عارفة أن أنت إن شاء الله في خلال شهور قليلة هتكوني في طوكيو بتمثلي مصر وتأملي أكيد ترفعي علمها؟ أكيد مبسوطة ونفسي أعمل ماي بيست هناك وأسيب بسمة لمصر برضو، وطبعا بسبب الكورونا اتأجلت سنة. أنا كنت السنة دي كانت فادتك ولا يعني اتمرنت فيها أكتر؟ اتمرنت فيها أكتر، بس أنا طبعا ساعة ما اتأجلت أنا زعلت وكنت يعني disappointed عشان أنا كنت جاهزة ومستعدة، بس يعني الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله تكون السنه دي فادتك اكتر. في ناس كتير استفادت عامه من تاجيل الاولمبيك سنه، من ضمنهم ميار شريف، يعني هي كانت بتقول السنه دي فرقت معايا كتير، فان شاء الله انت كمان تكوني قدرتي تستغلي السنه دي بطريقه ايجابيه بالنسبه لك. بدايتك مع الجمباز كانت ازاي؟ وبدايه كل الاطفال بتبقى مع الجمباز، فازاي خدتي للفيلد او الحته البروفيشنال؟ انا ابتديت جمباز وانا عندي 4 سنين، وكنت برضو بلعب باليه بس حبيت الجمباز اكتر فكملت في الجمباز. انا عايشه في هولندا، ففي هولندا العيال الصغيره على طول بيبتدوا بالجمباز وحبيتها، فبابا وماما شجعوني وفضلت العب جمباز. اوكي، يعني انت عايشه في هولندا لما انت صغيره؟ اوكي. اتمرنتي خالص في مصر ولا لا؟ لما كنت باجي اجازه كنت بتمرن مع المنتخب، بس انا في العادي يعني على طول بتمرن في هولندا.